هلا نيجي على تحدي تلات، تحدي تلات طبعا فكرته تانية، طبعا طريقة الحل رح نستخدم الطريقتين اللي اخذناهم الحصة هاي والحصة اللي قبل، يا اما طرح مباشر يا اما بدنا نجمع 12. حسب شو؟ مين بحدد لي انا اي طريقة استخدم حسب السؤال وحسب الارقام اللي عندي، هون معطيني وقت انتهاء والزمن مستغرق مش معطيني لا وقت بدء ولا معطيني انه صباحا مساء ولا مساء مساء يعني مو محدد لي اذا بنفس الفتره ولا بفترتين مختلفات فانا ما بعرف اي طريقه استخدم لهيك احنا برضه رح نستخدم طريقه الطرح طبعا لما اجي اطرح بشوف اذا زبطت معي الطرح لحال خلص بستخدم الطرح اذا ما زبطت الطرح هلا بنشوف كيف ما رح تزبط فاحنا بنروح بنجمع لها 12 وبعدين بنطرح يعني يا اما بنستخدم الطريقه الاولى يا بنستخدم الطريقه الثانيه وهلا بنشوف وبحدد لنا السؤال والارقام اللي عندنا بتحدد لنا طريقه رح نستخدم بدايه نيجي على اول وحده عندنا 12 و25 ظهرًا الزمن المستغرق كم 3 ساعات و13 دقيقه نيجي بنحط 3 ساعات و13 دقيقه وبنطرح بدنا هون نستخدم أنو طريقه الطريقه الاولى اللي هي تبعت الحصه الماضيه انه بنطرح مباشره نتأكد هلا ال 25 هل هي أكبر؟ آه أكبر فمعناته أنا ما راح أستلف من الساعات وبطرح مباشرة. خمسة ناقص تلات اثنين ساعات واحد فبتصير 13 12, -12 والـ 17 شو بنعمل فيها؟ بنزيد لها 60 نيجي بنكتب المسألة مرة ثانية 12 و77 هيها صفر زائد سبعة سبعة ستة زائد واحد سبعة ناقص أربعة وسبعة وخمسين نطرح هلا مباشره سبعه ناقص سبعه صفر سبعه ناقص خمسه اتنين وبننزل النقطتين اتنين ناقص اربعه على جزء فبناخد الاثنى عشر ناقص اربعه كام تمانية فبيطلع معانا تمن ساعات وعشرون دقيقه اذا عالسريع نعيد الفكره في هذا السؤال زي هيك سؤال انا ما بكون عارف ايش انه طريقه استخدم اللي هي تبعت الحصه الماضيه اللي هي الطرح المباشر ولا اني اجمع 12 بعدين اطرح انا كيف بحدد ببلش اطرح بالبدايه طرح مباشر زبط معي هي زبط ما زبط على طول بروح بجمع للساعات 12 متى ما بزبط لما يكون عندي الساعه اللي فوق اقل من الساعه اللي تحت وما بقدر اطرح بهاي الحاله